Hello people, so welcome to today's book review. الكتاب متاع اليوم هو of it فيلم فرشتي عمري 5 سنين وقعد في مخي ملك النهار. Yay. So the book هو The Collector, as you can see, by John Fowles. الكتاب as you can see is very beautiful. It has a beautiful cover. And keep in mind انه هذه هي اسم مهم الفيجر there. Okay. So الكتاب خرج في عام 63 by John Fowles. John Fowles, إذا كان ما تعرفوش, like, is very known for his books, كيما The French Lieutenant's Wife, it's a famous book. He was born في conventional family, يعني عائلته ياسر conventional, لكن اللي زوجته بشي تقرأ في فاكم تاعها ولادك هاو, follow these rules, and so, ما تكونش خارج عن القلب متاع British society. Voilà. However, كي كبر, دخل military, شارك في الحرب, اي بي من غادي يبدا يهتم بالبوتري بالليتراتشر وبعد بدا يكتب في البوتري وبعد ستارت هيز نوفلز رايتينغ اللي هي اول قصه بداها هو ذا كولكتور. اوكي سو قبل ما ندخلوا كالعاده في شنو هي القصه هو از ات اباوت باش نفسر ذاك العاده الكونتكست نتاع القصه. سو كيما قلت لكم خرجت في عام 63 سو الكونتكست هو لي زاني 60 ولي زاني 60 نجمو نعتبروهم از اي بوست وور بريتن خاطر بعد الحرب العالميه اللي هي وفات في 45 فلا سو بريتن في ذيك بعد ما كانت ياسر كونفشناليست وبرشا سو تراديشنال وفدت من اللي زيفين اللي كونسيكونس نتاع الحرب they were like opting for a new solution a new طريق اخر اللي هو full of change optimism hope movability هذي الكل سو الاتموسفير نتاع البوست وور بريتن بدا يتبدل ونجمو هكاكا اصلا نستعملو او نذكرو البوب كولتشر اللي خرجت وقتها The Beatles. اوكي شكون ما يعرفش The Beatles. So في ذيك الزمن خرجوا The Beatles, The Hippies, Sex, Drugs, Freedoms. Let's embrace all of this. في لي زاني 60. So put that in mind. طبعاً نمشيو كيفاش تبدا القصة. So فما القصة تبدا epigraph يعني مقولة صغيرونة تاخذت من La Châtelaine de Vergy هي medieval French poem. I'm gonna butcher this so hard, okay? I'm sorry, ما نفهمش أنا في archaic French. Que force os ne le so rien, ولا rien n'est. Okay, so basically, اللي أنا توا قلتو حد ما بشي فهمو, اللي هو, no one but them knew about it. Please pay attention to this epigraph, خاطر أنا كي قريت أول مرة القصة ما ركزتش عليها, I was like, me, I don't understand this French, so why would I bother? من بعد توا كي شفتها I was like oh my god it makes perfect sense. هي متاخذة من كما قلت لكم a medieval poem about une princesse والنايت متاعها والزوز عندهم a love affair secret love affair وما زمهمش يقولوا على حتى حد. However it's up to you إذا بتعرفوا شنو صار لهم الزوز. However I can just tell you إنه the dude made a mistake. فوالا. Okay so من بعد كيفاش القصة تتقسم؟ تتقسم على 3 بارتي مي 2 بارتي in the same time. Bear with me on this one. Meaning, in فما دو بارتي by the protagonist هو يحكي فيها first person narrator. بعد في الوسط فما another part it's محطوط في فورمام تاع مذكرات and you'll understand شكون يكتب فيها بعد شوية آخر. Okay, so توش نمشيو شكون الكاركتر. So البروتاغونيست اللي قلت لكم هو قاعد يحكي في القصة هو فريدريك غليغ أو نجم تعيطلو فرديناند وإلا كاليبان حسب ما تعيطلو ميراندا وكاليبان لازمكم تحطو تخليو في بالكم اللي هو from the tempest by Shakespeare اللي هو he's a wannabe rapist and would be killer so خليو في مخكم this analogy ما بينت كاليبان يعني بروتاغونيست متاعنا فرديناند was raised by his aunt تلهيت بعمته وعمه ومعهم الكازن متاعه who is disabled وفردنات من اللي هو صغير خسر بوه في car accident وأمه هربت مع another guy. You can already see اللي فما خلل هوني. هو يخدم في hotel so خاطر he's a working class so yeah he works there. However الإيفنمون يمشي يغير له حياته اللي هو يربح في القمار في a football pool. So يربح في القمار يربح برشا فلوس وفقط ما يعمل كأي إنسان عادي في عمرنا أحنا يمشي يسافر العالم يكتشف ثقافات جديدة يكتشف حاجات جديدة يمشي يشري دار يحضرها ويجدها مش ينجم يستقبل الجست متاعه ميراندا اللي هي بروتاغونيست الثانية مش يستقبلها in hopes إنه هي she falls in love with him
and then she marries him. Okay, if that is how things are. Okay, so that but it's up to you. مش تعرفش كيفاش العلاقة باش تتطور, شنو باش يصير, كيفاش الجست نتاعو ميراندا اللي هي 21 art student, very cheerful, very joyful, loves life, preaches everything what a typical 60s person would preach. كيفاش باش تمشي معاه. Okay, so just bear in mind انه ما فهم حد شيء يخوف اكثر من عبد اللي هو he doesn't think he is wrong. عبد يشوف ما يشوفش روحه غلط is very scary and dangerous. Beware. Okay, so there it's up to you. This is the summary and everything. الفيلم كما قلت لكم خرج في عام 65, so also the 60s. It's very high definition quality, so ما تخافوش ما فهمش pixels and all. It's like a good definition. So go watch it. I loved it. My review about the book, so beautiful. I think إنه أنا حسيت شنو حسيت ميراندا. I lived the events. I lived them and I felt them على الآخر. And you understand إنه شنو قصد كي أقول لكم اللي أنا I lived them. However, just عندي إضافة هي في الأديشن بتاع ميراندا. Do you think إنه الأديشن بتاع her diaries مهمة في القصة؟ إسكو تعاوننا؟ إسكو لا؟ إسكو فاوز حقه حتى ولا لا؟ Is it important or not? And I think perspectives متاع both parts ديما يعاونوني باش نفهم أنا قيم أموري, and I like to hear them. But it's up to you to find out. yes. So توا باش نمشيو to the part 2 كالعادة اللي أنا ناقش فيه the themes اللي متاع القصة. So part 2. Okay, so part 2. أول حاجة لازمنا ونجمو نلاحظوها اللي هي الطبقية. So كما قلت لكم the British society is based on الطبقية, the hierarchy متاع social classes. So إذا كان أنت تحب تخرج ولا تحب تولي هكا ولا elite ولا noble, you can't in the past. However, كما قلت لكم في post-war Britain فما flexibility في الحكاية هذوما. So money can buy you that. Money can get you a titre اللي أنت تحب عليه. However, في القصة هذه نشوفوا أنه Frederick حتى مع الفلوس with the bought respect اللي خذها مازال يتم احتقاره. العباد مازال تشوفه as a working class man اللي هو just got lucky and won some money. So تقعد المشكلة هذه المنتاليتي انت yeah, you're not worth it though. ما انت ما تورثتش التيت خذية. انت did not earn it or deserve it. You just bought it, okay? So voilà, هذه نشوفه. And he hates it, خاطر يعرف روحه انه مع هذية العباد تو بشوفه as ignorant, ignorant, ما هوش مثقف, ما عنده حتى فكرة على ال arts and life and social issues and political issues. And هذية كل شو شوفه صديم تاعه في القصة. Then there's also conventionalism. Fowles كما قلت لكم كان ضد the conventional rules and traditions. وبش تشوفه هذية صديم تاعه مع ميراندا اللي هي ال embodiment متاع how not to be orthodox in a way. على خاطر ميراندا مش كيما تشوفوا طفلة تحكي على كل شيء, all topics, religion, social problems, everything. وأصلا she talks dirty jokes, she smokes, she wants to have sex في إطار مهوش غير الزواجي, يعني غير الزواج. So نجم تشوفوا إنه ميراندا قاعدة تتحدى في ال conventional rules متاعها, وذي مشكل هي كهو يعني اللي فهم الكل في الوقت هذاك كانوا هكاكا. ومن بعد هوني نشوفوا انه كيفاش فاولز يوري الرؤيه متاعو about conventionalism. ومن بعد نمشيو للقضيه الاخرانيه اللي هي feminism, خاطر feminism يلعب دور هام في هذايا. قلت لكم في الليزاني 60 فما برشا تحرر ومنهم الفيمينيزم. النساء ولاو يعترفوا بحقوق متاعهم, واللي احنا we are free, we can be like men. اذا we have rights, we have duties, احنا نجم نكونوا كيف مرجال. So and here زادا نشوفوا انه كيفاش ال women متحررين. كما قلت لكم she goes against conventional rules اللي هو embodies them. Frederick embodies the conventional rules, هي ضد the conventional rules. And يوريو كيفاش انه some men actually feel inferior قدام النساء, يعني يخوفوهم النساء, they feel intimidated by them. So كي ميراندا was everything that حتى هو ديجا فريدريك عنده مشكلة مع النساء قبل, حاول he buys sex from a prostitute ما نجمش يعملها. So you already see there's a problem with women. هوني ما يزيد يعمل هكاكا وقت اللي يقابل ميراندا اللي هي
نجم نقوله from the elite أذكى منه مثقفة أكثر منه and so وحتى كي شريلها ال everything ما زلت تشوفه as a simple minded person ودجا جوسي بش نقول لكم إنه هذه الفكرة ما زلت موجودة لتوا إنه the only way you can control a woman وإلا بش تسيطر على المرأة هي through having her confined in a place وإلا having her under your rule and capture her, collect her and هوني ترجع تصويرها متاع الفراشة خاطر Frederick is a butterfly collector وخليو في مخافكم this is an important factor and deja Miranda في one part of her diary says this is page 206 3 I am one in a row of specimens it's when I try to flutter out of line that he hates me I'm meant to be dead pinned always the same always beautiful I still see الإكو متاع هذية في المجتمع متاعنا توا إنه كيفاش المرأة هي جسد أكهو beautiful إني أنت الراجل يتمتع بالجمال متاعها ما الروح متاعها الأسنس متاعها ماهوش معتبر ما يهمش هذيك الكل تخسر ما تخسروش it doesn't matter المهم هو الجمال وإنه الراجل feels superior على خاطر he has her so basically that was my review for the book and the movie I hope you liked it نشوفكم في another book review